ورشة العلوم التطبيقية ثمرة اتفاقية طموحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. الورشة تتوسع وصولا لمحافظة الجهراء وبأقسام جديدة للعلوم التطبيقية والرياضيات لمختلف أعمار أبناء الوطن. العمل المشترك في استثمار علمي بناء من خلال توظيف مواهب الشباب وصقل أفكارهم في مشاريع تنموية وخلق بيئة ثقافية وحضارية رائدة. مثل ما وعدنا الإخوان في وزارة التربية أيضا مشكورين، قاعدين يقدمون كل الدعم لأبنائنا وبناتنا بعمل كذلك. إن شاء الله راح يكون افتتاح قريب جدا لأول أكاديمية للموهبة بالكويت بل بدول مجلس التعاون قاطبة، والآن بدأوا الحمد لله أيضاً الأولاد يداومون من أمس في المدرسة الأكاديمية وسوف يتم الافتتاح قريباً جداً. إشراك الطلبة من مختلف المراحل التعليمية باستخدام أحدث التطورات العلمية وابتكار أساليب ممنهجة لتنمية مدارك الشباب ينعكس إيجاباً على هذه الورش التطبيقية والتي يقدمها أهل الاختصاص بشكل علمي متطور. طبعا الرياضيات اللي موجوده هنا رياضيات الملموسه، عباره عن العاب رياضيات، يتعلمون رياضيات عن طريق اشياء كثيره غير عن التقليدي. غير هذا عندنا مناهج الروبوتكس اللي هي موجوده حاليا في وزاره التربيه، تدرس في وزاره التربيه. غير هذا موجود عندنا الالكترونكس اللي هو الالكترونيات على مستوى متقدم جدا، ياخذون الصغار والكبار. وغير هذا في عندنا الليزر كتر والسي ان سي، طبعا هذا حق الفابريكيشن والتصنيع والانتاج الاشياء الكبيره. نشر ثقافة الإبداع في المجتمع من خلال إنشاء ورش تقنية علمية وعملية وتفعيل دور مراكز المجتمع في المحافظات، هدف لشغل أوقات الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.